رفض رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تصوير بلدة عرسال على أنها بؤرة محاصرة من الجيش، فلا عرسال تستحق المحاصرة ولا الجيش في موقع محاصرة البلدات والقرى اللبنانية التي يتولى حمايتها وتأمين الاستقرار فيها. ورأى في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أن الحصار هو من بعض صغار الكتبة والنواب وأبناء النواب الذين يستفيدون من الفراغ وشيء من الضياع في تيار المستقبل وعينهم على السراي الكبير ورئاسة الحكومة أو من الذين لهم الباع الطويل في حروب الإلغاء العبثية، فبئس كل تلك الأصوات بحسب جنبلاط. وفيما خص زيارة البطريرك الراعي إلى دمشق، رأى جنبلاط أنها أتت لتبعث رسالة أمل للمسيحيين في سوريا ولتؤكد على ضرورة حماية التنوع المشرقي. ودافع جنبلاط عن رئيس الجمهورية الذي يتعرض لحملة شعواء من بعض الأقزام وفق وصف جنبلاط.